استاذ مرتضى منصور عضو مجلس النواب عاوز يعلق على هذه القضيه. استاذ مرتضى اهلا بيك. استاذ وائل اهلا بيك. اهلا ازيك؟ بيك الحمد استاذ لله. مرتضى، انت قاعد اتفضل. لوحدك ليه هو النهارده؟ القضيه بقول لك اثيرت. قاعد لوحدك ليه النهارده؟ لا، ما هو لسه هنستقبل رب قول. ابراهيم نصر بعد قليل لو لا، تتذكره. ده خف الدم بقى. رب ده من شبراوي، خلي بالك. ابراهيم نصر ده رب. ال البرامج المقالب الهادفه، لا مش لا، ال ده ابراهيم نصر ده فنان جميل، كوميدي جميل. هنتكلم معاه، نستعيد معاه بعض الذكريات الجميله كده. قول لي بقى، خلينا بعيد عن الكاميرا الخفيه، في الكاميرا الحقيقيه. ثلاث سيارات ب 18 مليون، ما هو ده يعمل صدمه عند الناس يعني. بص يا وائل، نمرة واحد طبعا. انت عارف انا عمري لا رحت مؤتمر تبع مجلس النواب ولا رئيس لجنه، والمكافاه بتيجي انا مكاتب تنازل ليها، انا واخد بالك، فانا ماليش مصلحه. بس انا ليا بعض الاسئله. طبعا انا قريت البيان وعندي معلومات، يعني انا عندي معلومات ان الكلام ده كان ايام رئيس الوزراء. رئيس الوزراء هو اللي كان مسؤول عن تصريف اداره البرلمان من الناحيه الماليه والاداريه، واخد بالك، وان العربيات دي كانت المفروض يعني من ايام قبل ما يجي حتى معروف مين هيجي، الدكتور علي عبد العال او مين هيجي عبد العال. ومعلوماتي ان علي عبد العال يعني، واحنا ما حددناش احنا بنحمل المسؤوليه لمين يعني، انا انما بقول لك هو كمان ثبته يعني. يعني عبد العال مش علي عبد العال كان ليه بيت في مدينه نصر سابه. لكن اعتقد ان كل هذه الاجراءات وائل متاخده بعد تفجير عربيه السيد المستشار المحترم جدا 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 جدا، اللي مش هيتعوض في مصر يا مصر كلها نائب عام مش هيجي زيه، هشام بيه بركات. اللي انا كنت والله بساله مره وائل، اولا هشام بركات كان فاتح مكتبه لكل الناس، انت عارف يا وائل. طبعا. النائب العام موجود دلوقتي ما بيقابلش حد خالص نهائي، والنائب العام اللي بيخاف يروح. انا مره بساله بعد، انت عارف كان حصل تفجير قبل كده قدام دار القضاء العالي الاولاني لو تفتكر. وانا حتى يمكن كلمتك بعديها قلت لك معالي النائب عايز يشوفك. انا سالته قلت له يا عم ما فين الحراسات بتاعتك؟ فين ناسك؟ في ايه؟ فقال لي بص يا مرتضى، هم كلمتين مكتوب، انا اتولدت امتى وهموت امتى. هموت بقى في اي مكان في اي وقت وازاي، دي عند ربنا. هذا الرجل الشهيد اللي ما بيخافش، اللي والله العظيم يا وائل اقسم بالله، هذا الرجل المحترم كنت بقول لك. وطبعا لانه الراجل ده كنت بروح الاقي، انا حكيت قبل كده، سيده عندها 80 سنه واقف على بابه بتشتم، تشتم شتيمه جامده في النيابه، لا دخلوها تخش، لانه هو كان بيعتبر نفسه محامي الشعب، وبالتالي لابد ان يكون مش قافل بابه زي ما الباب مفتوحا دلوقتي يعني. في وش الشعب كله. المهم يعني، فانا عايز اقوله يا وائل انه وكيل مجلس النواب ممكن يكون مرصود. انت عندك اثنين وكلاء مجلس نواب، وعلى فكره بس الوكيل ما بياخدش سياره مصفحه يا استاذ. عايز اقول لك حاجه، الاثنين مش محتاجين يعني، الاثنين ما شاء الله شبعانين يعني، تمام. انما انا النهارده لما الاقي الدوله بتقول لي مرتضى انت مستهدف وهنعين لك حراسه قدام بيتك، لان احنا عندنا تقرير انهم عايزينك انت، تمام. انا ما اقدرش، حتى لو انا ما اقدرش اقول له لا، بسبب بسيط جدا، هم عايزين يحافظوا على ارواح، لانه انت عارف الارهاب الاسود اللي احنا فيه. انت لسه بتكلمني دلوقتي وكل يوم يا وائل عن تفجيرات وقتل شهداء لينا، سواء انت شفت حتى وصلنا للقاهره الشهيد جوز ست ساميه المحترم عادل بيه، واخد بالك، اللي قدام بيته، تمام. بس هي مش القضيه دي بقى، انت تسالني لو انا عملت حفله ترفيه، لكن القضيه اشمعنى محمد انور السادات بعد بعد الثلاثه دول اللي هم اسمهم اللجنه العامه حولوه للجنه القيم، كلامي واضح، حولوه لجنه لا مش طرف فيها، مش هادو فيها، بالعكس انا ممكن ارفع اي وقت يعني، مش قضيه، تمام. حولوه لجنه القيم، بس عشان تبقى فاهمه، احنا عارفين ان العربيه دي من فتره، كلنا عارفين، تمام. لا بس البيان قال انه في شهر فبراير 2016 طلبوا من وزاره التخطيط، اعتمدت لهم 12 مليون مكان العربيات اللي اتكهنت. انا شفت بيان يا وائل، مكان العربيات اللي اتكهنت، مظبوط، مكان العربيات اللي اتكهنت واتباعت. العربيات اللي اتباعت دي على فكره الخدمات الحكوميه بتبيعها، وفلوسها دي المفروض تبقى بتاعت المجلس. كان بس كلام، اشمعنى لما محمد السادات اتقال التمويل وفتحنا ملف التمويل
وانه كان بياخد القوانين تروح للسفارات الاجنبيه. واشتكت الست وزيره التضامن الاجتماعي اعتقد السيده غاده والي، جه يقول الكلام ده نمره واحد. اتنين، انا حزين يا وائل ان انا لما اكون غلط انا غلط. يعني دلوقتي انا هاجم علي عبد العال وهاجم الحكومه، تمام، انا مرتضى بهاجمهم، وجيت عملت حادثه بعربيتي وجيت قبض عليا التلبس وانا عامل حادثه او لا في عربيتي حاجه، اقول لا عشان انا هاجمت الحكومه؟ ده اللي احنا شايفينه بقالنا اسبوع. لا بس انا عايز اقول يعني هتفق اختلف معاه، لكن في هذه القضيه لازم اتفق معاه. اذا قلت كده لاي مواطن يا استاذ مرتضى، ده مجلس النواب جاب عربيات ب 18 مليون هيصدم. انا متنازل، ما باخدش مكافئتي، بتنازل عنها. انا ضد الاسراف والسفه، لكن بقول لما يكون عندي تقرير ان الناس دي مستهدفه اغتيالها اجيب لها عربيه مصفحه حتى ايه، ولا اسيبهم يموتوا ويتم تفجيرهم؟ دي قضيه اللي بتكلم فيها، دي رقم واحد. رقم اتنين، عضو مجلس نواب تم ضبطه زي اي مواطن في المطار، طلع بقى زناكس بتاعه بتاع زوجته بتاع اي حد في الدنيا، تمام. الكلام اللي اتقال بقى لا لا، بس هو الامانه كان معاه امبارح وهو قال قضيه قانونيه، يعني لم يناقض كلام الكلام البيان اللي طلع بقى من الافندي بتاع 25 30، قال لك اصل عشان احنا قلنا تيران وصنافير سعوديه مصريه فابتدت تلفق لنا. يعني بس عايز اقول لهم حاجه، زوجة هذا المخرج الاستاذ المحترم سعوديه، جنسيتها سعوديه، بنت الشربطي، بدعي. عايز اقول لك مش عايزين ندخل الموضوعات في بعضها. لا طبعا، ما هي مش عايزين ندخل يا جماعه الموضوعات في بعضها، ولا تيران وصنافير لها علاقه بالعلاقات المصريه لا السعوديه. لا يا فندم، طلع بقى ان عشان الراجل ده قال معانا تيران، ولا اللي بيقول بمصريه الجزيرتين عايز يسيء للعلاقات بين مصر والسعوديه. بالظبط، يا بيه مجلس النواب زي ما بنقول وبنقول تاني، قلت لك يا وائل في التليفون معاك وبقول تاني دلوقتي وفي القعده الشخصيه معاك، هتيجي لجان وهنشوف معاهدات وهنشوف خرايط وهنشوف لو صمت واحد منهم مصري عشان طيب. محدش تاجر بس طيب. في قضيه السيارات بس يا استاذ مرشد، عشان انا جينا الناس هتصدم اول ما تلاقي في موازنه المجلس، مهما قلت لي بقى اصله ثلاث سيارات مصفحه في الغالب، حتى في الوقت اللي كان الارهاب فيه شغال في الشوارع في التسعينيات في مصر ما كانش وكيل المجلس بياخد، والعربيتين ما جوش على فكره، ده البيان بيقول ان العربيتين لسه ما جوش، يعني اتدفع فلوسهم. تمام، انا بس عايز اقول ايه، ان يعني انا رايي بقى في الموضوع دون، الراجل الشريف ده يختال في اي وقت، ما فيش عندنا مشكله، او الراجل من سوهاج عنده صعيده ياخده طاره، واخد بالك؟ والراجل سليمان ده يختال ما عندهاش مشكله، هو من بورسعيد، عندك بورسعيد ما بتسيبش طارها، واخد بالك؟ استاذ وائل، مش عايزين نستخدم تاني ان انا عشان مرتضى اتحول للقيم ان انا اقعد اشوه المجلس. لو الكلام ده فيه اسراف ومفيش خطر على حياه الناس دي، انا ضد ان تجيب لهم توك توك اصلا. انا ما يعنيني هو مقنع في القضيه، هو باقي عنده اهداف تانيه ولا ما عندوش، لكن كشف يعني واقعه في غايه الاهميه والخطوره يا استاذ مرتضى، مش هينفع اقلل منها في الوقت اللي المواطن فيه بيلهث وراء زجاجه زيت. يعني وائل انا متابعك، انت لو جبت يعني قعدت اقول لك 100 ثانيه، عم بقول لك تاني، انا لا 18 مليون في لا عمري سافرت على حساب المجلس ولا باخد فلوس من المجلس، تمام، ولا ضد الاسراف. يعني لما تيجي تقول لي ايه ده في 10 جنيه اتصرفوا في حفله اقول لك ازاي، انما واحد حياته معرضه للخطر وعربيتين ما جوش، والعربيه الاولانيه انا شفت البيان ومعلوماتي ان العربيه الاولانيه دي كانت مخصصه لرئيس مجلس النواب ايا كان اسمه، يعني جه وائل ابراش رئيس مجلس النواب هيستعملها، دي مرتضى. لكن احنا عايزين نضرب في المؤسسه التشريعيه، الكلام ده يتناقش. لو انا بقى عايز اناقشه بقى اروح جاي في مجلس النواب اقول لرئيس المجلس من فضلك، ده هو على فكره ده محمد انور السادات عضو في اللجنه، خلي بالك اللجنه العامه اللي انا مش عضو فيها، يعني كل يوم الصبح استاذ رئيس المجلس بيقعد معاهم كلهم بما فيهم مين بقى؟ محمد عضوي ده، يقول له يا استاذ من فضلك سياده الرئيس هو حضرتك كده، لكن القصه مش العربيات، القصه انا عايز اضرب المؤسسه التشريعيه قبل ما يتخذ اجراء ضدي بسبب التمويل. طب وليه ما تتخذ على انها حرص على المصلحه الوطنيه العليا، حتى لو يعني لو بقول لك ايه يا وائل؟ مش منه يعني. وائل وائل وائل. اللي واخد اراضي بالهبل في شرم الشيخ بتاع الدوله، ها؟ وعاملها فنادق ومطاعم واخدها كده، ما يكلمنيش والنبي على الحرص على 18 قرش دلوقتي. الاراضي اللي متاخده بالليرات يا استاذ، سأله انت اراضيك الاراضي اللي انت واخدها هناك بكام؟ مليارات.
واخد بالك لما يحكي لك يبقى تيجي عشان بس الراجل مش معايا دلوقتي يا استاذ مرتضى، مش معايا الاستاذ محمد انور يهرب. انا بقول انا قلت كام ده 100 مره بقوله تاني واقوله تالت، هات لي يوم يا عم محمد انور وانا اقول لك وانا معاك يا استاذ وائل على الاراضي والفنادق والمشروعات اللي بالمليارات اللي واخدها من الدوله. عشان كده بقول لك مش عايزين نتاجر. انت وائل لما بتتكلم عن الزيت والسكر واخد بالك، انت راجل منصوره في وسط الناس وعارف، لكن لما تيجي تكلم واحد زي ما كان بيعمل ايمن نور كان راكب مرسيدس ثمنها مش عارف 2 مليون جنيه وقعد في قصر الزمالك ثمنه وباعه لسه بايعه قريب ب 35 مليون جنيه ويقعد يقول لك رغيف العيش، ما انا مش هصدقه. تمام طيب. انا رايي الكلام ده صح. اولا العربيتين ما جوش، العربيه الثانيه دي الثالثه دي خلي بالك دي موجوده لاي واحد يعني كانت تاشيره قبل ما يجي. انت بقى عندك انا شايف ان في حاجه غلط، روح رايح المجلس كاتب مذكره يا سياده الرئيس وهو قاعد في اللجنه العامه معاه، حضرتك العربيه دي بتاعت ايه؟ وسير القضيه جوه المجلس، انما انت رايح الاعلام ليه؟ انا بسبق تاني انا بسبق تاني عشان رحت محكي لجنه القيم اللي ممكن تسقط عضويتي ولما طيب. تسقط عضويتي اطلع بطل وشهيد. وانا بشكرك الاستاذ مرتضى منصور.